اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ارقام الوداد يا دكتور احمد خلينا نبدا بيها على ملعبه ولا بشكل عام؟ على ملعبه اتفضل. احنا هنستعرض الاول ارقام الوداد في محمد الخامس في كل المباريات اللي لعبها في دوري ابطال افريقيا ونحاول في دوري ابطال افريقيا ونحاول نستنتج منها بعض الحاجات. ماشي. هم لعبوا خمس مباريات بدايه من دور المجموعات. نبدا الاول مثلا بمباراه سان داونز احرزوا هدف، مباراه سيمبا ما جابوش، مباراه شبيبه القبائل 3، فيتا كلوب جون، بيترو اتليكو الانجولي جون. معدل التهديف يعني تعتبر كل الماتشات جون او ما عدا مباراه شبيبه القبائل هي اللي بقت 3. لاستقبال الاهداف الوداد ما استقبلش ولا هدف على ملعبه خالص، فدي حاجه برضو ان شاء الله النادي الاهلي يكسر الرقم ده، يكون اول نادي يقدر يسجل هدف في محمد الخامس. ايوه. نسبه الاستحواذ بتاعت الوداد طبعا في الماتشين الاهم اللي يهمنا اكتر سان داونز وسيمبا، تحديدا سان داونز عشان المدرب الجديد فاندن بروك ما كان معاهم، لكن قبل كده كان جريدو. الاستحواذ 52 في مباراه سان داونز، سيمبا 65، 64، 72 قدام فيتا، 45 بس قدام. بس هو طبعا في الاعتبار ان سان داونز من الدقيقه 34 في ماتش سان داونز كان بيلعب 10 من 1 صح. التمريرات الصحيحه كريم كمان 328، 335 فين؟ في المباريات اللي هي الاخيره، لكن قبل كده كانوا بيعملوا فوق ال 500 تمريره. ده دليل على ايه؟ دليل ان هم بيسيبوا الاستحواذ. ده طريقه اللعب. دليل ان هم بيسيبوا المنافسين بقوا اقوى. والمنافسين بقوا اقوى بيسيبوا الاستحواذ، بيعتمدوا على التمريرات الطوليه اكتر. نعم. المحاولات 11، 12، 13، 25، 5، اخر ماتشين برضو المحاولات مش كتير قوي. 25 ده فيتا كلاب. فيتا كلاب ده في دور المجموعات. لكن في المباريات دي 11، 12. تعالى للمحاولات الصحيحه، اكتر ماتش مثلا كان شبيبه القبائل 6، لكن انت بتتكلم ان 2 و3 برضو المحاولات الصحيحه مش كتير. وده رقم سلبي، وده رقم سلبي لان رقم سان داونز كان سان داونز بيلعب 10 لعيبه لمده تزيد عن 60 دقيقه. صحيح. ده دليل ان هم نوعا ما مفيش شراسه هجوميه كبيره او مفيش تركيز او دقه في انهاء الهجمه او حذرين زياده عن اللزوم، لان فاندر بروك ده طريقه لعب فاندر بروك مختلف. واقعي. الضربات الركنيه 7-6 برضو، ده الضربات الركنيه دي اهم حاجه عندهم في مباراه، اخطر حاجه علينا في مباراه الاياب هي الضربات الركنيه والضربات الثابته على ملعبه. تعال نبص على تشكيل الوداد بقى، نكشف الاوراق المدرب فاندن بروك ايه التركه اللي لعب عليها في مباراه الذهاب وايه اللي حصل. هو في مباراه الذهاب في القاهره هنا لعبت كابتن طارق العشري في حرس الحدود من 10 والله ما بهزر صح، اللي هي الطويله لاحمد عبد الغني ينزل لاحمد عيد او ينزل الكره الثانيه والدفاع. بس هو تحديدا بقى في مباراه الذهاب عمل تركه علينا شويه في المباراه، ان هو عمل ايه؟ رضا الجعدي اللي هو اصلا لعيب ارتكاز وظفه جناح في الماتش ده عشان يوقف علي معلول، ده كان السر اللي عمله في المباراه دي. يعني هو بدا بيوسف المطيع، امين فرحان وارسن زولا اتنين مساكين، امين فرحان هو المدافع الاساسي اصلا ورجع من الاصابه وبدا بيه، ايوب العملود وده واحد من اهم المفاتيح، اخطر لعيب عندهم الباك اليمين بتاعهم ايوب العملود وهو مفتاح اللعب كله. يحيى عطيه الله عنده مشاكل في الدفاع وقدرنا ان احنا نستغلها في مباراه الذهاب. الاثنين الارتكاز يحيى جبران وجلال الدودي، بدا بايمن الحسوني ده كان صانع العاب، هو اللي كان ماسك بيعمل مان على مين؟ على مروان عطيه طول الماتش. رضا الجعدي كان عامل مان طول الماتش على علي معلول. زهير المترجي كان بيرجع بيحاول يرجع يساند مع يحيى الله وجلال الدودي ناحيه الشمال، وقدام المهاجم بولي سامبو. تعال بص الطريقه كانت عامله ازاي، كمل وقفتهم في الملعب. ده اماكن التمركز بتوضح لك برضو ان هي ادي الحسوني تحت سامبو، ادي رقم 10 وادي رقم 20 اللي هو ايمن الحسوني وسامبو، وادي الارتكاز، ادي ال 4-2-3-1. هات اللي بعده هتلاقي برضو الحالات بقى بتوضح لك الفكره او التركه اللي عملها المدرب فاندن بروك قدام النادي الاهلي. هات اول صوره هتلاقي طريقه اللعب ازاي، 4-2-3-1 وتوظيفه، ادي الاثنين في وسط الملعب اهم، وادي الحسوني رايح مع مين؟ مع مروان عطيه في وسط الملعب بالظبط. جلال الدودي رضا الجعدي ده او رضا الجعدي رايح مع مين؟ مع علي معلول اهو اول ما يستلم. مين اللي واقف هناك ده؟ زهير المترجي. هو اصلا طريقه لعبه كانت 4-1-4-1، لكن هو فاجئنا نوعا ما هنا ان هو لعب بال 4-2-3-1، ولكن انا بشوف ان كولر تعامل بمنتهى الامتياز مع الفكره دي، سواء بالضغط سواء بكذا فكره، بس طبعا ما ينفعش ان احنا نتكلم على فكر كولر، احنا بنتكلم على الوداد بس. فطبعا 4-2-3-1 قدر كولر ان هو يتعامل معاه برضه بطريقه ذكيه، ولكن احنا بنوضح الفكره بتاعت فاندن بروك. قلب الصور، هات الصوره اللي بعدها نفس الشكل. هنا مين اللي راح مع مروان عطيه؟ ايمن الحسوني. الوداد مستو الملحوظه قوي الالتحامات، القوه البدنيه، هم كانوا افضل مننا في المباراه دي في حاجه واحده بس، الالتحامات. تمام. طيب قبل ما تروح بقى للحالات الفنيه التكتيكيه، انا بس عايزين لو ممكن بس نجيب الصوره بتاعت التشكيل اللي جبناها في الاول. عشان بس عايز اقول حاجه على ماتش العوده. طبعا كابتن اسلام، اللي احنا شفناه من الوداد في ماتش الذهاب في وجهه نظر شخصيه مش هنشوفه في بدايه ماتش
الاياب على الاقل اول تلت ساعه. وخلينا نتكلم على حاجه، فاندنبرج بكل امانه هم لازم يدوا جايزه، لان الراجل ده انقذ لهم الموسم الافريقي. الفريق ده لو كان بيكمل معاه جريدو من بعد ماتش سيمبا بالارقام اللي استعرضها ثابت من شويه، كان صعب للغايه، لا ما كان هيبقى مستحيل ان هم يعدوا سان داونز، مستحيل. لكن فاندنبرج فعلا مدير فني شاطر، ان هو وقفهم دفاعيا كويس، هجوميا هو عارف ان الفريق عنده مشاكل. واحد من المشاكل اللي عند نادي الوداد وبالغ جدا جدا، انه محدد ومؤيد قوي زهير المترجي. زهير لما نبص على دوره مع وليد الرجراجي معانا السنه اللي فاتت ودوره السنه دي مع فاندنبرج، هنلاقي لا في تحفظ دفاعي بشكل كبير جدا، وما عندوش الحريه انه يلعب في عمق الملعب زي ما كان بيلعب مع وليد السنه اللي فاتت. وعشان كده زهير لما تم تبديله في المباراه راح ماسك ازازه المايه وراح خابط الكرسي في شاطها ده واحده في المشهد اللي احنا شفناه. انا بشوف ان الراجل في ماتش الاياب عارف ان في فجوه فنيه ما بين لعيبه الوداد ولعيبه نادي الاهلي داخل الملعب، سواء بدنيا او فنيا او تكتيكيا، وبالتالي الراجل ده في ماتش العوده هيلعب بضغط عالي وهيهاجم من اول دقيقه عشان حاجتين ما يروحوش منه. واحد، المخزون البدني بتاع فرقته يضيع في الهجوم وما يضيعش في الدفاع. قدامنا المخزون البدني راح كله في الدفاع في الشوط الاول، والشوط الثاني حتى هدف الوداد ما جاش من هجمه منظمه، جه من استغلال لميس باس حصل من علي معلول في منتصف في اخر المباراه. وبالتالي هو عارف ان هو عايز يجيب هدف واحد، بعد الهدف ده ما هيجي انا هبدا استغل الاجواء بتاعت الملعب، وان انا وصلت للهدف بتاعي ان انا احرم النادي الاهلي من لعب كوره او من ان هو يلعب اللعب المعتاد بتاعه. وبالتالي انا بشوف احنا قدام سؤال محتاجين نجاوب عليه، قدام اسلوب اللعب المتوقع لفاندنبرج، هل احنا هنبدا بضغط عالي برضه ولا هنلعب بزون ديفنس؟ لكن هو السؤال بتاعه متجاوب عليه، ان هو ما عندوش اوبشن بي. متاكد؟ طبعا، اصل هو ما عملش كده قدام السان داونز، خلي بالك. صح، بس هو كان رايح سان داونز، خلي بالك هو طريقه لعبه بالارقام اللي احنا شفناها من بدايه الحلقه، نعم، اللي هي الارقام الوداد على ملعبه كلها بتقول انه حتى على ملعبه بيلعب بنفس الشكل لغايه دلوقتي. هو ما لعبش غير ثلاث مباريات، صح؟ هو ده المباراه الجايه دي الرابعه، اللي جايه الرابعه بتوع سان داونز، اتنين بتوع الاهلي، اتنين سان داونز، هم لعبوا الاهلي هنا، الثلاثه اتلعبوا بنفس الطريقه، نعم، وهو بيلعب 10، بس سان داونز بيلعب 10. خلي بالك النتيجه كانت اسلام فرق من صح، كلامك صح، بس النقطه مهمه، هو الماتش الاول قدام سان داونز هو مش عايز يخسر على ارضه، ورغم تقصد ان اختلف، ايوه، ورغم هو مثلا جدا محاولات اهو، رغم ان سان داونز بيلعب ب 10 لعيبه هو ما هاجمش، صح، مش عايز يخاطر فيتوريا، في محافظ على الريتم، دخل الجون الاول يهاجم، دخل الجون الثاني يهاجم، هو بيلعب على حسب رياكشن، الرياكشن، وبالتالي هو دلوقتي مطلوب منه رياكشن، هو مش هيلعب عمره، مستحيل انه، فتقصد ان هو من اول تلت ساعه طبعا، لان هو عارف ان لعيبته، ما خلينا نتكلم بصراحه، النهارده لعيبه الوداد التشكيل الحالي في كذا لعيب معدي 30 سنه، الفريق برده بيكبر، وهو نفس المجموعه اللي كسبت السنه اللي فاتت، وبالتالي هو عايز يعتمد على خبراته، وعايز يستغل المخزون البدني في اول الماتش. لو احنا، انا في وجهه نظري، كل ما الوقت بيعدي هو بيخسر حاجتين، بيلعب ضد الوقت وبيخسر من المخزون البدني اللي هو القلق. نعم، والقلق طبعا. طبعًا. بس هو الفكره في حته النادي الاهلي يقدر يلعب كتير، لكن الوداد انا في وجهه نظري هيبقى الشوط الحسم له الشوط الاول هو بس، ان شاء الله احنا نقدر باذن واحد احد، باذن واحد احد لو نقدر نسجل هدف الشوط الاول، انا بعتقد ان احنا هنا بنقضي على امال الوداد تماما في المباراه. طبعا تعالى نكمل برضو نفس الحالات هنا. بص، اهو دي ايمن الحسوني رايح مع مين؟ مع مروان عطيه. مين اللي واخد منعم؟ صامبو. مين اللي رايح على معلول؟ رضا الجعدي. وهنا ايمن الحسوني بس قفل. تفتكر يا احمد ان هو هيبدا برضا الجعدي هناك؟ نو واي. هو هيبدا لا انا جايبين بقى الطريقه الثانيه، هنشرح الطريقه الثانيه اللي هي متوقعه. خلص. يعني دي التركه اللي هو عملها هنا في مباراه الذهاب. نكمل برضو هنا الضغط على علي معلول، دايما هو عمل جيم بدني رهيب على علي معلول اهو زي ما شايفين. نكمل برضو، بكمل الصور نفس الشكل. هنا الضغط بتاع النادي الاهلي المميز اللي كان، ده كان نقطه القوه بتاعت النادي الاهلي بصراحه. الشوط الاول النادي الاهلي ضغط ضغط ممتاز وسرعه تحول، يعني دي الكره اللي هي جت بعد كده ضربه جزاء، جت لحسين الشحات وضربه جزاء. كمل. وفي كره جت لكهربا في الاول بتاعت حسين الشحات اللي هي ضربه الجزاء. كملها اهي، دي كانت واحده من ضربه الجزاء اللي هي ضربه الجزاء الثانيه مش الاولى. كمل برضو
هنا بقى اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه، طريقه اللعب الثانيه، ايه التشكيل المتوقع للوداد في مباراه يوم الاحد؟ ايه اللي ممكن يغيره؟ يعني احنا اتكلمنا على التركه بتاعه مباراه الذهاب، تعالى بقى ايه التشكيل الاقرب ليهم في مباراه يوم الاحد؟ ايه اللي ممكن يغيره؟ اللي هو ممكن يغيره ان هو هيرجع لطريقه لعبه اللي هي 4-1-4-1 بوجود يوسف المطيع في حراسه المرمى، امين فرحان وارسن زولا، يحيى عطيه الله باك ليفت، وايوب العملود، دول مش هيغير فيهم حاجه، اللي هم الاربعه اللي ورا، ويحيى جبران، ويحيى جبران طبعا قدامهم كارتكاز مش هيغير فيهم حاجه. الاثنين المساندين هو دول اللي ممكن ايه هيتغير، يعني رضا الجعدي هيبقى ثابت، هو الاساسي بتاعه رضا الجعدي، لعيب كويس جدا وبيكمل، ايمن الحسوني عشان عمليه الضغط على مروان عطيه. الاثنين الاطراف بقى هيبدا يهاجم، هينزل زي ما نهى الشوط الثاني، هيبدا بونجم وسيف الدين بهره او المترجي. ظهير المترجي عنده اصابه في الكاحل، نسبه لحقه بالمباراه ممكن 60-70%، بس عندهم سيف الدين بهره اللي هو نزل سجل الجون، ده لعيب كويس وبرده اكتشاف في المغرب وعنده سرعات، فهو سيف الدين بهره او ظهير المترجي وبولي سامبو قدام راس حربه. ده تشكيل الوداد الاقرب يوم الاحد بطريقه لعب 4-1-4-1. كمل هنا، ده اللي لعب بيه الشوط الثاني، يعني اللي لعب بيه في اخر 10 دقائق بالظبط، ان هو نزل اوناجم في المساحه اللي ورا معلول، نزل سيف الدين بهره بعد ظهير المترجي. هات الحاله اللي بعدها هتبص تلاقي الشكل اهو، ايه اللي حصل من الدقيقه 82؟ نبص على الوقت فوق، الدقيقه 82 الشكل بقى ايه؟ 4-1-4-1، 3 في وسط الملعب، هنا الجعدي ويحيى جبران الثلاثه اللي في وسط الملعب، ومحمد اوناجم وسيف الدين بهره على الاطراف. ممكن بنسبة كبيرة يبدأ كده في مباراة العودة يوم الحد. هات الصورة اللي بعدها هتلاقي دي وقفتهم لما نزلوا. شوف الطريقة كانت في الأول 4-2-3-1، دلوقتي اتحولت ل 4-1-4-1 بوجود اتنين على الأطراف بقى زايدين، اللي هو محمد أوناج من ناحية اليمين وسيف الدين بهرة ناحية الشمال، وقدام سامبو. سامبو ده مهاجم قوي جدا في الالتحامات. لا وسامبو كمان في رقم مهم جدا جدا عايزين نقوله، رقم سلبي لينا وإيجابي ليهم. هم في الكرات العالية نادي الوداد خد تقريبا معظم الكرات العاليه معانا، يعني بقول لك الالتحامات هم تفوقوا علينا في الالتحامات، واعتقد ده بسبب سامبو. يعني سامبو احنا عايزين نقول ان الكرات العاليه هم خدوا 17 كوره احنا خدنا 12، وده يوضح قد ايه فعلا هم زي ما حضرتك ومنهم واحده اللي شالها شوبير. لا وكمان الهجمه، اول هجمه للوداد نشوف الارتقاء بتاع سامبو، وان هو الكوره دي طالع معاه 2 في الهواء ينزلها لزميل وقاصد. لا ودي اتعملت في الثاني مره، اعتقد اتعمل فينا في سان داونز برضو، في سان داونز من الهدفين ماتش 2-2، هنا في هدف منهم جه كده. انت بتطلع ومش مركز مع اللي تحت، انت مركز مع اللي بينط معاك. وصامبو بصراحه في الكرات العاليه مميز للغايه، وعنده دقه شديده في توجيه الكوره لزميل، فلازم ناخد بالنا. بس ياسر ابراهيم عمل معايا مع ماتش حلو قوي طبعا. لا خلاف، بس احنا برضه دلوقتي بنتكلم في حاجه رقميه كتوتال. لا هو برضه خلي بالك، ما هو مش طبيعي، او مش من الطبيعي انه يفضل الستوبرز بتوعنا يكسبوا كل طبعا كوره يا جماعه. لا والوداد برضه، الوداد طبعا فريق كبير وعنده لعيبه كويسه، بتاع فريق كبير مش لعيب صغير كبير، فاحنا بس عايزين نخلي بالنا ان فعلا الكرات الطوليه والكرات العاليه هيبقى سلاح الوداد، اللي اعتقد شهوب هيلعبوا كرات. اخد رايكم انتوا الاثنين في روشته الفوز بالنسبه للنادي الاهلي سريعا جدا، وتشكيل النادي الاهلي من وجهه نظرك يا احمد وكريم. اول حاجه لازم نقسم المباراه بشكل كويس جدا، بشوف ان انت لازم تقسيم المباراه، تقسيم المباراه مهم جدا. اول ربع ساعه تحديدا مهم ان انت تبدا بضغط عالي، بشوف كده من وجهه نظري عشان تمتص الحماس الجماهيري. تبدأ بضغط عالي، انا بشوف ان لازم تضغط وتحاول تجيب جون، لازم خطتك تتبنى ان انت تجيب جون، لان انت لا قدر الله دخل فيك جون النتيجه تبقى 2، العب على ان انت تجيب جون، عشان لو النتيجه بقت 2-1 مثلا تروح لركلات الترجيح. يعني فانت لازم دي خطتك تكون ان انت تحاول تخطف جون، زي ما عملنا مع الرجاء السنه اللي فاتت لما محمد عبد المنعم جاب الجون الضربه الثابته من ضربه ركنيه، قدرت ان انت خلاص انت خلصت الماتش. الحاجه الثانيه استغلال الفرص، مهم جدا تستغل الفرص، مهم جدا يكون في روح، لازم اللعيبه والجهاز طبعا الفني كل اللعيبه تعمل اللي عليها، اعمل اللي عليك والتوفيق ده بتاع ربنا. يعني مباراه 2006 اللي احنا جايبينها دي، ما الكوره دي كانت ممكن ده في اخر ثانيه كانت ممكن ما تجيش، بس ده توفيق ربنا ليه. لا ولو ما جاتش ما حدش هيقول لك انت، الناس كانت هتطلع تسقف لنا وتقول برافو، ليه؟ ده جمهور الاهلي، لان انتوا عملتوا اللي عليكم بالظبط. مهم ان انت تعمل اللي عليك، والتوفيق ده في الاخر بيجي لك بتاع ربنا، فده ده المطلوب من اللعيبه. الحاجة اللي بعد كده ما تحطش في دماغك الجمهور او التيفو اللي هم بيعملوه في الاول، الحاجات دي مش كوره، الحاجات دي مش بتكسب في الكوره. يعني انا لو لعيب هنزل اتفرج واتبسط،
هبقى مبسوط ان انا بشوف حاجه لطيفه زي يعني التيفو ما بيلعبش يا كابتن اسلام. لا لا برافو عليك، ما هو ده انا بقولك. انا لو لعيب، وعلى فكره احنا عندنا لعيبه لعبوا 5 6 نهائيات او اكتر كمان، فعارفين كويس قوي. هنزل بالعكس، هنزل ابص كده واتبسط واعمل للناس كده برافو وبتاع، واخد لي صورتين معاهم، واخد لي صورتين وكل حاجه. لكن خلاص ده زي ما انت بتقول، التيفو ما بيلعبش. الحذر الحذر، كل الحذر من الضربات الركنيه. انا معايا صورتين بس ارجع واكد تاني على الضربات الركنيه. لو نجيبهم مهم جدا 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 الضربات الركنيه يا جماعه، لازم نقلل الضربات الثابته اللي حوالين منطقه الجزاء. لو فاول ملوش لازمه مش لازم يتعمل، اعمل الفاول بعيد في وسط الملعب، ما اعملش الفاول حوالين منطقه الجزاء. اوكي، عوده محمد الشناوي طبعا، مصطفى شوبير اكتشاف ويعني ان شاء الله موهبه صاعده بقوه، بس اعتقد ان عوده محمد الشناوي هتدينا ثقه رهيبه خاصه في مباراه العوده، والشناوي قائد ليدر. فانا هخش على، لو جبنا بس الضربات الركنيه سريعا، الصورتين بتوع الضربات الركنيه، التشكيل الافضل من وجهه نظر النادي الاهلي اعتقد ان الشناوي عودته هتفرق كتير، خاصه بنتكلم في ضربات ثابته، بنتكلم في عرضيات هناك هتبقى دي سر قوتهم. الاثنين المساكين ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، محمد هاني وعلي معلول. بشوف الثلاثه اللي في وسط الملعب اعتقد نفس التشكيله، يعني ديانج حمدي فتحي، مروان عطيه وديانج وحمدي فتحي. لو واحد فيهم مثلا ممكن عمرو السوليه جاهز برضه، يعني انا بشوف، بس ما اقدرش استغنى عن الثلاثه اللي في وسط الملعب ماشيين بشكل كويس بصراحه وشكل هايل. الثلاثه اللي قدام بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا. يلا كريم اتفضل. ده نفس التشكيل طبعا، مع دخول اكيد محمد الشناوي لا خلاف ان التشكيل، واعتقد كولر واخد القرار ده ان مفيش تغيير في التشكيل، هو بس مع دخول محمد الشناوي بدل مصطفى شوبير. انا بس الفكره ان انا بشوف ممكن اكون عكس ثابت شويه في حته بالبدايه، ان الضغط العالي من البدايه دي مش ممكن تبقى ريسكي شويه. ممكن احط 10 دقائق مثلا، 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة. ان انا امتص ده مش انا معاك، انا معاك جدا جدا فكره ان انا رايح اجيب جول، انا معاك في دي، انا متفق. بس هي الفكره في حته ايه، هو هيبدا، هو ما عندوش حل تاني، هو ما عندوش حل تاني. انا لحد ما ممكن احسبها شويه، ممكن ما يبداش. لا لا مستحيل. طب هقول لك ليه. ليه مستحيل؟ مباراه سان داونز اللي هي هتاخد حلقه جديده عشان نقعد نعمل. طب استنى ثانيه، مباراه سان داونز اللي هي الاياب العوده لما دخل فيهم جون فاندن بروك عمل ايه؟ فضل واقف ورا ما هاجمش. في 2-1؟ في 2-1 وفي 1-0 لا هاجم وهو خسران. لا ما هاجمش، فضل واقف ورا. لا لا هو وقف شويه وبعد كده عمل التغييره الاولانيه في 2-1. 2-1 التغييره اللي غيرت الجونين. ايه الجونين؟ ضربات ثابته. ضربات ثابته. لا ضربات ثابته، وواحد كان طلع واحد واحد جابها في مرمى، يعني اللي جاب الجون في نفسه ده يعني عم كملها. يعني الكوره نازله كده، الكوره نازله كده وانا جاي كده، حطها كده ولا طلعها كده. هو بس الاكيد ان موضوع تقسيم الماتش ربع بعد ال 15 دقيقه هعمل كذا، ده مهم، والتغييرات صحيح مهم قوي. ربما نبقى مختلفين بس على توقيت التغييرات في ماتش الذهاب، وان شاء الله باذن الله طبعا اللي ربنا رايده هو اللي هيكون ان شاء الله. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا. شكرا جزيلا. بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا. وكان يعني النهارده كريم برضو قال لنا واحمد قال لنا على امور كثيره جدا تخص، ان شاء الله ربنا يكرمنا. وزي ما قلت لحضراتكم الدعم والمسانده واجبه، الدعم والمسانده ستظل دائما او سنظل في قناه النادي الاهلي وفي هذا البرنامج تحديدا ندعم ونساند هذا الفريق الذي يستحق الحقيقه كل التحيه على ما فعلوه خلال الفتره السابقه، ويستحق اكثر واكثر ان شاء الله بعد ان شاء الله ما يجتهدوا ويقدروا يكسبوا هذه البطوله. عموما ان شاء الله هنكمل مع حضراتكم هذه المساندة وهذا الدعم خلال الأيام القادمة، وإن شاء الله دايما جمهور على فعل المستحيل أو يخلي اللعيبة تعمل المستحيل من خلال جمهور النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله ألتقي مع حضراتكم بكرة وحلقة جديدة من البيت الكبير.